السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. معكم دكتور عمرو جلال. هنتكلم في الفيديو ده عن الدوخة والدوار والصداع النصفي. طبعا المشاكل دي بتأثر على كتير جدا من الناس، وبتأثر عليهم في حياتهم اليومية، في شغلهم، في نومهم، في كل حاجة. بعضها بيبقى أكيوت، يعني بيجي بشكل طارئ مفاجئ بس، وكتير منها بيجي كرونيك، يعني على فترة طويلة جدا، بيقعد مع الإنسان فترة طويلة. بيتوصف له علاج زي مثلا أموسريبرال بلس، ده أحيانا توصف له ديزيرست، والأشهر بتوصف له مايكروسيرك أو بيتا سيرك في تركيزات 8 ميلي جرام 16 24. طبعا المريض بياخد العلاج ده بيتحسن مع بعد أسبوع أو أسبوعين، وبعد كده بيرجع الأعراض تاني. بعد كده ممكن يتوصف له الجرعات أعلى، يعني مثلا بدل 8 تبقى 16، بدل 16 تبقى 24، ممكن نزود عن 24. بابا اعلى يا بابا، 1500 جنيه مهر و500 جنيه شبكة. فده طبعا كلام مش علمي. لذلك نقول كده قاعدة صغيرة: dizziness اللي هو الدوخة is not a sign of beta circ deficiency، مش معناها الإنسان ده عنده نقص في البيتا سيرك. مش أي حد عنده دوخة هياخد بيتا سيرك، زي ما واحد يكون عنده كحة تمام فتديله دواء كحة وانت أصلا شخصت الحالة وبتشوف عنده ايه، عنده برونكايتس، عنده ايه. أحيانا الحالة بتحتاج أشعة وتحاليل على بال ما تشخصها الأول، قبل ما تبتدي توصف العلاج بتاعك تمام. طبعا عايزين نعرف ايه الأجهزة اللي بتحافظ على التوازن، ايه المشاكل اللي ممكن تعمل دوخة أو دوار، وعلاجها ايه. تابعوا معانا الفيديو إن شاء الله. الدكاترة اتكلموا عن أجهزة حفظ التوازن ومشاكل التوازن وعلاجها إن شاء الله. تستفيدوا من الفيديو. شكرا. كلنا بنتعرض الدوخة أو الدوار، نعمل لها ايه؟ نتصرف ازاي؟ اسبابها ايه؟ عشان اولا ما نقلق، وبعدين نتصرف ازاي ونروح للطبيب. نيجي الاول الاسباب. عندنا اسباب كلنا بنتعرض ليها، زي لما نيجي نركب مثلا سيارة او نركب باخرة او شيء زي كده. اسباب التانية اللي بتخص الاذن الداخلية، لان الاذن الداخلية عندنا حتة عظمة صغيرة هي المسؤولة عن الاتزان حق جسمنا. لو في اي مشكلة في الاذن الداخلية تعمل لنا دوخة ودوار. كمان في سبب كمان اللي هو الرقبة، الرقبة عندنا مركز اتزاننا، لو في اي مشكلة في الفقرات في رقبتك برضو تعمل لك دوخة او دوار. في اسباب تانية تكون في المخ او في المخيخ، اللي هو المركز في المخ المختص عن الاتزان، زي الاورام، زي مشاكل حق دم ما يوصل للمخ كويس، تصلب الشرايين يعني، خصوصا في مرضى السكر، مرضى كبار السن، وكمان مرضى الضغط. كل دي اسباب. من الأسباب الأكثر شيوعاً وبنشوفها كتير الأنيميا. كمان الأسباب كمان اللي بنشوفها إن يكون في نقص في الضغط. نيجي بقى نقص الضغط، عشان كتير بشوفها أنا عندي نقص ضغط، عندي نقص ضغط. ما في شيء اسمه مرض نقص ضغط. الضغط هذا رينج، بمعنى أنا ضغطي 120-80 طبيعية، حضرتك ممكن تكون 110-70 برضو طبيعي. ما يصير إن أنت 110-70 هذا ضغط واطي، لا، ده مش ضغط واطي، انت ممكن يكون طبيعتك كده. زي الستات الحوامل في الحمل ضغطها بيوطى، ده طبيعي، حاجه فسيولوجيه. طيب انت الضغط الواطي يبقى مشكله؟ والله لو في نزيف شديد مثلا مع الستات او بعد الحمل، او يكون في نزيف في اي حته من الجسم، مثلا نزيف مع الدود، نزيف مع البراز، يكون شديد، ده يعمل فعلا انخفاض في ضغط الدم.
أو يكون عندي نزلة معوية مرة شديدة، إسهال شديد أكتر من 10 مرات، مية تنزل، كل ده برضو يعمل انخفاض في ضغط الدم، وده لازم ليه تدخل سريع لأن في إنقاذ حياة مش هزار. الأسباب التانية من الدوخة المهمة جدا وأحب أتكلم عنها الأنيميا. يا جماعة مش كل أنيميا معناها إن إحنا ناخد حديد، الأنيميا 3 أنواع. نوع منهم لما تكون كرات الدم الحمراء صغيرة في التحليل، الدكتور لما بيشوف التحليل بيعرف إن كان كرات الدم الحمراء صغيرة ولا طبيعية ولا كبيرة، دي 3 أنواع. تكون كرات الدم الحمراء صغيرة يبقى ده نقص الحديد، تكون كرات الحمراء حجمها طبيعي لكن هيموجلوبينك قليل، طيب ده نقص حديد؟ لا مو نقص حديد، دي أمراض تانية زي الناس اللي عندها أمراض مزمنة، عنده السكر بقاله 10 سنين، عنده ضغط بقاله 10 سنين، عندها خشونة هشاشة، كل دي أمراض مزمنة أكتر من 10 سنين أو 7 سنين كمان، دي أمراض مزمنة تعمل أنيميا تعمل دوخة، لكن ما تحتاج تاخد حديد. أنا بشوف مرضى واخدين كميات حديد وهم والله مو محتاجينها، والحديد الكتير اللي بياخدوه بيعمل لهم ايه؟ بيترسب. فين الحديد الكتير اللي بناخده وماله لازمه؟ بيترسب على الكبد، يعمل له تضخم في الكبد ومشاكل في الكبد. النوع الثالث من الانيميا لو كرات الدم الحمراء حجمها كبير، بتحتاج حديد برضو؟ لا مش بتحتاج حديد، دي بتبقى موجوده مع نقص حمض الفوليك او نقص فيتامين ب12. فارجوكم الانيميا لازم تتشخص من طبيب يكون فاهم انواع الانيميا وفاهم يتصرف معاها. طيب دلوقتي لو جات لنا الدوخه ايه نعمله؟ اول حاجه الدوخه دي معاها نزيف لازم نروح المستشفى، الدوخه دي معاها دوار معاها حقيقة تبغى ترجع، طيب ده ممكن نراجع فيها المستوصف او المركز ما فيها مشكله. طيب لو جت الدوخه معاها اغماء، لا لازم ساعتها نروح المستشفى او نطلب الاسعاف، نحط الاول لو في اغماء لاي حد حتى مو سبب ان يكون مثلا ضغط واطي او شيء زي كده، بنحطه في وضع اسمه وضع الافاقه، ان احنا بننيمه على جنبه ونتني رجليه. ليه الوضع الافاقه على الجنب؟ عشان الله يعزكم بيبقى فاقد الوعي، لسانه بيبقى تقيل لو بلعه بيموت. يا رب اكون وصلت لكم المعلومه وتكونوا جميعا بخير وبصحه، ما تحتاجوا ابدا لطبيب ان شاء الله.